والله هو طه ياسين رمضان بالنسبة إلى إذا انعدم وإذا ما انعدم هو ما يأثر على أي شيء. أن يكون تطبيق القانون على الجميع ولا يستثنى أي أحد، وكل من أساء إلى الشعب العراقي في كل الأنظمة والحكومات لإتمام العدل، وحتى يكون القضاء نزيه وعادل وما يميز عن فئة وفئة وشخص وشخص آخر. في مجلس قيادة الثورة والوفد المرافق له عرضا ستاب، كيف تنظرون الى التلميحات الامريكيه حول احتماليه القيام بعمل عسكري من فريق خارج اطار مجلس الامن؟ ممكن، كيف ننظر؟ ممكن، بلد اداره مجرمه باغيه تعلن صراحه تطمح بنفط العرب وعلى وجه الخصوص نفط العراق. للانذار الخاسئ الارعن الذي وجهه الرئيس الامريكي جورج بوش، واعلن الاجتماع ايضا ان الخائب بوش كان يمني نفسه. افهم المدان بان اوراق الدعوه سوف ترسل الى محكمه التمييز للنظر بها تلقائيا. رفعت الجلسه. اقسم بالله اني بريء، وحسبي الله ونعم الوكيل، وينتقم من كل من ظلمني.